السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناة وقناتكم شيبات مريم ديليس مريم. نقدم معكم هاد لينين بالحوت اللي كيجيو رائعين وكيجيو شهيين. غنحضر معكم ان شاء الله يا ربي، وغادي يجيكم غزالين، وممكن لكم تقليهم او ديرهم في الفران اللي بغيتو على حسب الكمية اللي بغيتو. هنا كيبقى على حسب الكمية اللي متواجد. هنا عندي الميرنا، وعندي هنايا سان جاك. هاد السمك هذا اللي كيكون لذيذ، هو تيجي في العمارات لذيذ، اسم ديالو سان جاك. هنا عندي الكروفيت، جوج انواع ديال الكروفيت، هادشي اللي كاين. بالنسبه هنايا الشرموله اللي درت معها القزبر مع الدنوس، الثومه، نص حامضه مصيره، درت شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، شويه من الجهه ما تكتروش، ودرت واحد معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، وطحنت هادو كاملين، طحنتهم في الميكسر حتى ولاو بحال هكا الشرموله ولات. دابا غادي نكمل المقادير، غادي نشرمل بها الميرنا، وغادي نزيد معها شويه ديال الصوص الصوجا وشويه ديال عطريه السمك وبصله اللي بودره. بالنسبه للبصل بودره ما كانش عندكم، عوضوه ببصله محكوكه، شحروها شويه في الزيت اولا الزبده، حتى هي كتجي لذيذه حتى هي. المهم هنا غادي نكمل غنشرمل السمك. على هذا الشكل هذا غندخلها الفران بعد ملي طيب، ونرجع معكم ان شاء الله وندوز معكم الطريقه ديال التشحر ديال الكروفيت وسان جاك. انا بدات درت واحد معلقه كبيره ديال الزبده، غادي ندير عليها واحد معلقه ديال الشرموله كبيره بحال هكا، معلقه الشرموله ها مزيان. انا غادي نزيد شويه ديال الصوجا، وندير شويه ديال البصل بودره ها هكا، كيدي واحد الرائعه البصل بودره هذا طلع ديال الحوت. هنا غندير عطريه ديال السمك. هنا بالنسبه لعطريه السمك عندي فيها حتى الاعشاب منسمه مخلطه، كتعطي واحد المذاق رائع. هنا درت معلقه كبيره، صافي غادي نديرو فوق البوطه. غادي تشحر كما كتعرفوا الكروفيت والسان جاك ما كياخذوش الوقت بزاف. هنا الكروفيت عندي باقي بهذا ديالو حتى غيطيب ونحيدو له باش يطلق اللذه في السمك. هنا غادي نديرو تشحر، بعد ما يتشحر مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. الشعريات الشينوا هنايا لا فيرميسال ديال الشينوا اللي سلقتها، سلخنت الماء وحطيتها فيها على ما تسلقات وقطعتها بالمقص. هنا عندي واحد شويه ديال الزيتون مقطع، غادي ندير فيها حتى هي واحد معلقه ديال الشرموله، شويه ديال العطريه ديال السمك، وشويه ديال الصوجا. كلشي غيجي منسم بالمذاق ديال نفس المذاق. هذا غادي نشحرو من بعد ملي غنحيد الحوت، غادي نشحر هذا غير فوق البوطه، يعني غير شغل باش يتشحر ياخذ ديك المذاق ديال شويه ديال التشحيره باش ما يبقاش هكا يجيش ما منسمش مزيان. المهم هادو غيتشحروا حتى هما من بعد ما غنحيد الكروفيت وسان جاك من المقله غنديرهم صافي، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما غادي يطيب الحوت وتشحروا هاد الحوت هذا، وهذا غيتشحر، ونتلاقاو ان شاء الله في المونتاج بعد ما غنوجد الورقه ديال الورقه ديال البسطيله. انا كنوجدها في المنزل ملي كندير المالح، ضروري البسطيله ديال المنزل هي اللي كتجي زوينه، ما كنديرش البسطيله هاد الورقه ديال البسطيله اللي كتتباع. انا الورقه اللي كتتباع ما كتكونش طريه وما كتكونش لذيذه، هادشي كان كتجي في المقليات والمعسلات، يعني اللي كيتقلى ويتعسل، اما هكا الموالح ما تجيش زوينه الورقه ديال اللي كتتباع ديال. انا كما كتشوفوا هنا موجده العجينه اللي غادي ندير بها الورقه. هنا هذه العجينه اللي غنوجد بها الورقه ديال البسطيله، هنا وجدتها بكميه كبيره باش غادي نديرها في الكونجيلاتور، لانها يعني كتشد شويه اليد باش ملي نبغي نعمر بها نلقاها واجده. صافي انا غنبدا دابا ان شاء الله ندير في الورقه، وهانتوما معايا. هانتوما البنات الحوت هو من بعد ما بردت، هانتوما بعد ما شحرتها مزيان، وي غادي نخلط، غادي نخلطو مع غادي نخلطو مع بعضياتو. انا ضروري الميرنا تنقيوها، كاين واحد الجهه فيها الشوك، غنضم على الشوك حتى البسطيله الا كان فيها الشوك خطيره. هنايا كنخلط غير شويه كما كتشوفوا، نتاج النيه كلشي
هنا بالنسبه للورقه كتجي على هذا الشكل. هذا الورقه كتجي هكا البنات كما كتشوفوا الورقه كتجي على هذا الشكل هذا، هانتوما كتجي غزاله. البنات كتجي تقليوها، بغيتو ديروها في الفران اللي بغيتو كتجي زوين. المهم ورقه راه وجدتها معكم شحال من مره، درتها معكم اللي بغاها بالتفصيل راه كاين فيديو فيه الورقه، انا غادي دابا نحطو لكم في القناه. نجيب الحشوه بحال هكا، ندير ها هكا، نجمع لها هاد الجوانب. صدق المحبة أيما، وندير الوي هنا. إلا كنت غادي ندخلها للفران غادي نخليها هكا، إلا كنت غادي نديرها نقليها، إلا كنت غنقليها غندير لها شوية ديال الدقيق. هداك نيت الورقة خليت شي شوية منو عندها شويه هكا باش تساعد الورقه تلصق. صافي كنجي لها هذا الشكل. هذا كيبقى لكم نتوما شنو بغيتو ديروا، بغيتو ديروهم كبارين بغيتو ديروهم صغارين كيما بغيتو ديروهم. بعد ما وجدوا كما كتشوفوا بعد ما لويتهم كاملين، دابا غادي ندخلهم للفرن. ندخلهم للفران قبل غادي ندهنهم هكا بشويه ديال الزبده، الزبده دايبه غادي ندهنهم غير من الوجه. لاطر طبيعه الحال اللي راه مدهونه انا كندير بزايد، كنديرهم في الكونجيلاتور دابا كنحطهم كنديرهم في واحد البلاطو كندخلهم الكونجيلاتور حتى يجمدوا، عاد كنديرهم في بلاستيك غذائي كنفرقهم على حسب اللي غنبغي، وكنجبد غير كنجبدهم نيشان الفران، يعني ملي كنكون مسخنه الفران ملي كيكونوا جامدين غير كنجبدهم نيشان الفران باش ما يترخفوش، لان الا ترخفوا ما كيجيوش مزيانين. صافي كما كتشوفوا هنا غندخلهم الفران ونرجعوا ان شاء الله باش بعد ما يطيبوا. يا كرام فما بقى عندي من الصبر الجميل فتيل ما انا من بعد ما كملت طياب الليناب كيجيو على هذا الشكل. هذا كيجيو مقرمشين كيجيو رائعين بحشوه رائعه. هنا بالنسبه للليناب بغيتو ديروهم في الفران ولا تقليوهم اللي بغيتو، هما اللي في الفران كيجيو صحيين اكثر ناشفين، ولكن المقليين كيجيو يعني ما كيشربوش الزيت ولكن كيجيو اكثر لذة. المهم نتوما كتبقاو على حسب شنو كتفضلوا، انا كنفضلهم درت نص مقلي ونص نص في الفران، هادو طايبين في الفرن كيجيو على الشكل هذا بعد ما دهنتهم بالزبده كما شفتوا معايا مقرمشين. ورقه كتجي رائعه، الحشوه كتجي غزاله. هنايا قدمتهم مع العصير ديال الافوكا، اللي الافوكا مع الحليب وبنان كيجي واحد العصير ثاني زوين، شويه ديال السكر كيجي واحد العصير رائع، وكنرفقوه مع الليناب كيجي زوين. ونخليكم خليتكم على خير، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم. الى عجبكم فيديو اليوم نتمنى تجربوا الاطباق ديالي كما العاده، وتخليوا لي تعليق محفز، وما تنساوش لايك والاشتراك اللي مازال ما اشترك في القناه. والى اللقاء مع شيوه اخرى ان شاء الله.